Hi everyone and welcome to English for Beginners Academy. السلام عليكم، معكم نجاة English FBA. الحلقة ديال اليوم غنهضرو فيها على models ولا model verbs. هاليوم غادي يكون فيديو تقديمي على هاد models ولا على هاد النوعية ديال الأفعال اللي هما مهمين وكيشكلوا واحد صعوبة شوية الناس اللي باغيين يتعلموا اللغة الإنجليزية. في هذا الفيديو كما قلت غيكون غير introductory video، غنشارك معكم فيهم definitions ديال models ولا تعريف ديال models. في الجزء الثاني غادي نشارك معكم فيهم the three easy rules اللي ضروري ومؤكد تعرفوهم قبل ما تدخلوا وتبداو تقراو على models. okay so stay tuned، ما تمشيوش بعيد، وغادي نحاولوا نشاركوا معكم هاد السيريز اليوم الفيديو الاولاني، وغادي نزيدوا نتعمقوا شويه فيهم باش غادي تحيدوا هاد الصعوبات اللي خاصه بهاد النوعيه ديال الافعال. نظرا لطول هاد الفيديو حاولت نقسم هاد المقدمه الى جزئين باش الناس اللي ما عندهمش الكونيكسيون بزاف يقدروا يشوفوا هاد الجزء الاولاني والجزء الثاني من بعد ان شاء الله، ولكن راه مهم باش تشوفوا هذاك الجزء الثاني حتى هو، سو ما تنساوش لانه هو الجزء اللي كنشرح فيه الاخطاء اللي ممكن يوقعوا فيها التلاميذ. اوكي دابا قبل ما نبداو في السبوره ونعطيكم التعريف، الا عطيتكم واحد سيتويشن مثلا كنقول لكم او ضرتني الدرسة، okay I have toothache، okay may I go to the doctor، should I go to the doctor، would I go to the doctor، will I go to the doctor، different answers right. ولكن situation اللي عندنا هي كتحتم علينا نختاروا which one of these models اللي يلا قلنا. وقبل ما ندخلوا تعرفوا على هاد definition وهذوك 3 easy rules اللي قلنا، اننا غادي نقراهم لكم هنايا، واخا هما صعاب بزاف ولكن دي جود نيوز ولا الخبر صار انهم ليميتد، ماشي هما افعال كما الافعال الاخرى عندنا مليونز اوف ذيم، ولكن هما دي ار ليميتد. غنقراهم لكم، كاين عندنا كان، كود، ماي، مايت، شود، ار تو، ماست، هاف تو، ويل ولا شال and would. اوكي هادو هما المودل فيربس. في هاد الفيديو هذا ما غاديش نشرح لكم كل وحده شنو هي، حيتاش غندير فيديوهات على كل وحده فيهم. اليوم غادي نعطيكم تعريف ديال المودل، على الاقل تعرفوا الهدف ديالهم ولا كيفاش كنستعملوهم، هذه وحده. وثانيا غنشارك معكم هادوك 3 رولز ولا جولدن رولز اللي انا كنعتبرهم نحطهم حلقه في ودنكم كما كيقولوا اخوان المصريين، لانهم غيساعدوكم باش ما ديروش اخطاء في هاد المودلز في الامتحانات، حيتاش واخا تكونوا عارفين الرولز ولا كتعرفوا مثلا كل وحده اش كتعني، ولكن الا ما استعملتوش هاد الرولز اللي عطيتكم تقدروا توقعوا في الخطا وتعتبر الجواب ديالكم خطا مع ذلك. اوكي سو بقاو في حتى الاخر وباش غادي نشارك معكم. والشيء الثاني، لان هاد الرولز هادو هما رولز كينطبقوا عليهم كاملين، حيتاش كما قلنا كل وحده من بعد غادي تفرع وعندها الخصوصيات ديالها، ولكن هاد الرولز اللي نشارك معكم في هاد الانترودكشن هما كينطبقوا عليهم كاملين على هادو كاملين. لذلك تبعوا الفيديو بليز حتى الاخر وان شاء الله غادي تستفدوا. اوكي مودلز ديفينيشن. اوكي شنو هي مودلز؟ Models are not the main verbs. Okay, the main meaning أنهم ماشي هما الفعل الرئيسي في الجملة. Okay, مثلا إلا عطيت لكم I play. Okay, play is the main verb. هو الأكشن اللي كتوقع، الحركة، كل شيء كيدور على عملية اللعب. Okay, I play. That means أننا هذا هو المين فيرب. مثلا إذا قلت لكم I want to play، كتلاحظوا هنا أن عندنا جوج ديال الأفعال right، عندنا want وعندنا to play، ولكن شنو هو الفعل الرئيسي ولا الأكشن اللي اللي رئيسية؟ الأكشن ديال اللعب. أوكي لعب هي the main verbs. هادشي حيتاش main، هادشي باش نشرح لكم main حيتاش غير تفهموا models if you know what's the main verb. okay so هنا the action of playing
هي the main action في الجملة، هي الحركة الرئيسية ولا الفعل الرئيسي في الجملة. want توا غير كيساعد، غير أنا أريد الإرادة ديال اللعب، ولكن اللعب هو الفكرة الأساسية من هذه الجملة. الإرادة غير كنزيدو نعززو بها، مثلا أريد اللعب ولا بإمكان اللعب ولا أشياء أخرى، ولكن اللعب هو the main thing. دابا فهمتوا اش كيعني main verb؟ أوكي. models هما they are not the main verbs، ماشي هما the main verb. they are auxiliaries or helping verbs. okay so auxiliaries or helping verbs هما افعال مساعده، انهم ماشي الفعل الرئيسي ولكن هما افعال مساعده كتساعد لنا الفعل الرئيسي باش غتوضح لنا مجموعه هاد الفانكشنز، مجموعه هاد الاشياء حول الفعل الرئيسي. هما they have special properties، عندهم واحد الخصوصيات مختلفه، كما شفتي انا كل وحده مختلفه، كل وحده عندها خصوصيات. ملي كنزيدوها للفعل الرئيسي كتعطينا فانكشنز اخرى، كتعطينا واحد الوظيفه اخرى اللي هي مغايره، وهادو هما الكور ولا الجوهر ديال models. اوكي باش غادي تفهموهم. so انهم ماشي the main verbs، انهم افعال مساعده. اوكي فوقاش دابا كنستعملوهم، وباش نفهموا مزيان هاد المورالتي ولا باش تفهموا هاد الوظيفه ديالهم. الوظيفه ديالهم ولا the modality is when you use the verbs to express conditions. هما ملي كنستعملوا الافعال باش يعبروا لنا على واحد situation اوكي ولا واحد الحاله، and the speaker's attitude towards this situation، وحاله والموقف ديال السبيكر ولا المتحدث من واحد الحاله. كما قلت لكم قبيله في المثال ديال ضرتني الدرسه، هذه حاله is a situation، وانا ولا انت مثلا بغيتي تنصحني تقول لي oh you should go to the doctor، you should، هذه حاله. والسبيكر اللي هو نتايا كتقول لي خاصك تمشي للطبيب. so هذيك هي الاتيتود اللي في نظر هذاك المتحدث ضروري كنزيدوها انها you go to the doctor because you're sick. okay ولا you have to think. so the modality we use it to express condition، وخاصة the speaker's attitude towards a situation. وبمعنى آخر هما functions، هما دوك الوظائف اللي كيقوم بها هاد helping verb ولا هاد الفعل المساعد، الوظيفة ديالو اللي كتزاد على داك الفعل باش غادي نقوله واش هي هادي، واش أنا كنصحك ولا كنفرض عليك ولا situation بحال هكذايا. هادو هما function، ربما سمعتهم ولا مثلا الناس اللي قارين شويه هادو ولا كان عندهم واحد الفكره مسبقه على models، هما that we say functions. اوكي والفانكشنز عندنا different functions حيتاش هما على حساب different situations، هي اللي غادي نقولوا they are used to، هادو models they are used to determine different situation. هذا يعني انه اوكي يعبروا لنا على حالات مختلفه، مثلا ability، necessity، obligation، permission، advice، ولا مثلا probability or different functions. كنساعدوا كنجيبوا هذه الافعال المساعده باش غادي يزيدوا لنا واحد القيمه مضافه لهذاك الفعل على حساب situation، على حساب الحالة، باش نقوله ولا to express هاد situations هادو اللي قلنا. هاد ما غنشرحهمش هادو دابا لأنهم هما الكور ولا المين ديال هاد المودلز، وكيتشعبوا غنديرو دروس خاصة وفيديوهات كل وحدة بوحديتها، ولكن غير هادو باش تفهموا لأننا we're talking about an introduction، كنديرو غير واحد الفيديو تقديمي. دابا هذا الجزء الثاني، اي نو الفيديو غادي يطالع بالزربه والوقت كيفوت، ولكن بغيت نشارك معكم هادو دي 3 جولدن ناجتس، 3 جولدن رولز اللي تقدروا تاخذوه معكم، لانهم كيشتركوا فيهم هادو كاملين
حيتاش هادو كل وحده مثلا تقدر دير ابيليتي، كل وحده كدير واحد الفانكشن، ولكن كلهم كيجتمعوا في هاد الشيء اللي غادي نقول لكم في بارت بي. اوكي سو بليز ما تمشيوش وخليكم معايا باش نشارك معكم هذوك الانواع ولا هذوك النصائح الثلاثه اللي مهمين اللي غادي يخليكم كمتلقي ولا اللي كيخليكم كمتعلم اللغه الانجليزيه ما ديروش هذوك الاخطاء اللي كيوقعوا. حيت شي مرات واخا كتكون عارف هذوك مثلا كنعرف sometimes to use it for ability or stuff، ولكن ملي كتجيك واخا كتخدمها في الجمله كيعطيك الاستاذ صفر. علاش؟ لانك درتي شي اخطاء اللي غادي نشاركهم معكم. سو ما تمشيوش بعيد، غادي نهبط شويه سبوره وغادي نرجع معكم.